يوم ثان من الزجليات النيابية المتلفزة والمحصلة في المردود الوطني الشامل تساوي الصفر. كيف لا والكل يعرف أن المعارضة كما الموالاة تلعبان بين عدمين، عدم القدرة على الدفاع عن الحكومة وعدم القدرة على إسقاطها. المؤشرات المفيدة سجلت في أروقة البرلمان لا في قاعته العامة، حيث حصل ما يمكن وصفه باللقاءات المقعدين بين قيادات المعارضة والموالاة، والتي تم التوافق فيها على التهدئة ولو على ضرورة إيجاد أدوية ولو مسكنة لأوجاع الناس. وقد ظهرت النتائج بتأجيل معظم الإضرابات المطلبية وفي مقدمها الأفران والنقل البري. إقليميا، الانفصام هو السمة التي تطبع الواقع السوري، وإلى الشعب السوري ضحية ثانية بدأت تنزف معنوياتها وتفشل مهمتها، وهي المراقبون الدوليون. النظام بلسان الوزير المعلم يدعمهم من الصين، فيما قواته تقصف درعا بينما هم يتفقدون حمص وحلب. أما حماية هذا التمادي فتأتي من روسيا، حيث اتهم الوزير لافروف من موسكو وأمام وفد من معارضة الداخل المعارضة المسلحة بالسعي إلى تفشيل خطة أنان. تزامنا، وصلت عبر مطار بيروت 10 سيارات عائدة للمراقبين في سوريا.